فيكن تجيبوا لي مثل واحد من تأسيس حزب الله من 82 إلى اليوم، مثل واحد قام به حزب الله لمصلحة إيران وليس لمصلحة لبنان؟ جيبوا لي مثل. زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله يطل من جديد، متحديا كل القائلين بأنه تابع لإيران ومجرد صعلوك ينفذ أجندتها بتفان وإخلاص، تحد لم يحتج خصومه إلى كثير من الجهد لتكذيبه. فالصورة الموضوعة بجانبه للخميني وخامنئي كفيلة بفضح زيف ادعائه. وبعيدا عن الصورة، فلسان نصر الله هو ألد خصومه. وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني. حماية المقاومة، حماية مشروع المقاومة، حماية مجتمع المقاومة. ادعاءات كثيرة واستمرار في أسطوانة المقاومة والممانعة وكيل المديح لنظام الملالي في طهران، ولا سيما أن مقابلة نصر الله التي أجرتها معه قناة العالم الإيرانية أتت تزامنا مع العيد 43 لانتصار ما تسمى الثورة الإسلامية في إيران. بالشكل وبالمضمون، بالشكل يعني لبنان بالنهاية هو دولة، وعم نقول دولة وذات سيادة ونطمح أن تكون ذات سيادة، ما بصح أنه يجي حدا بده يملي عليه إملاءات. وفي الحديث عن الشكل والمضمون، فالجميع بات يدرك أن ميليشيا حزب الله بعيدة كل البعد عن الشكل الظاهري. وعن المضمون، فالواقع السياسي والاقتصادي والمعيشي في لبنان يعطي تصوراً واضحاً لمضمون وجود الميليشيا في لبنان وسعيها المستمر لإفشال الدولة اللبنانية والهيمنة عليها والتحكم بها وجعلها أداة مسيرة بيد الميليشيا وأسيادها في طهران. هذا النوع من الإسلام لا مشكلة لأمريكا معه، وهذا الذي سماه الإمام الخميني بالإسلام الأمريكي. زعيم الميليشيا الذي لم ينفك عن استعارة كلمات وعبارات الخميني في مجمل حديثه، رفض ما أسماه تدخل دول الخليج وعلى رأسها السعودية في لبنان، مؤكدا مساندته لميليشيا الحوثي في اليمن، واصفا ما يجري هناك بالاعتداء على اليمنيين وبلادهم، مدعيا عدم تدخله بالشؤون الداخلية للبلدان العربية في وقت لا تزال فيه ميليشياته في سوريا تواصل جرائمها وتفاخرها بقتل السوريين وتشريدهم. نحن أخذنا تلتداء، مش الجيش السوري، نحن بلحنا الحي يا حبيبي. انتصار الثورة الإسلامية في إيران. إذن لا جديد في كلمة نصر الله سوى الاستمرار في تصالحه مع الكذب ومضي أنصاره في التهليل والتطبيل، بل والتبارك به وبعطاياه. قلت له انه في مرتي بتسلم عليك زوجتي، وهي كانت اسيره سابقه، وهي مصر على انه تاخذ شيء منك، فما لقيته له شرح الخاتم. لا حط على الطاوله والله العظيم. فرجينا فرجينا. كان بايده.